وقت نرحب بالفنان والملحن عبد الله العامري. اهلا وسهلا فيك ونورتنا. يا اهلا وسهلا فيك. بس اوصل سلام ساره، كانت تقول سلمينا على عبد الله ومبروك على الاغنيه. الله يعطيها العافيه. باسم ساره وباسمي باسم صباح الخير يا عرب، اكيد نحب نبارك لك. الف مبروك على الاغنيه، وصلت مليون والاكثر. الحمد لله. اي وصلت. حكينا اكثر عن هذا النجاح. والله الحمد لله، يعني اولا شكرا على الفرصه اللي منحتوني اياها اني اكون موجود اليوم بينكم. وللامانه يعني هذه اول اغنيه لي بتعاون مع شركه، مع شركه انتاج، والحمد لله كانت تجربه جدا رهيبه، وكان يعني اخذت الموضوع باحترافيه اكثر. جميل. وبشكل بروفيشنال اكثر. والحمد لله يعني انا شايف الاصداء حلوه جاي عليها الحمد لله. طيب انت عمر تطلع معنا صباح خير يا عرب، ابغى تحكي لنا عن تجربتك في سعودي ايدول، كيف ساعدتك انك تحقق حلمك في مجال الغناء؟ صراحه اختصرت علي مشوار طويل سعودي ايدول. يعني إذا كنت شغال بدون سعودي آيدل ممكن راح أتعب في الوصول للناس أو للجمهور. سعودي آيدل يعني خلص لي تقريبا، عشان ما أكون مبالغ، 70% من هذا المشوار الطويل. الحمد لله بالنسبة لي كانت تجربة وفرصة جميلة جدا، استمتعت فيها والحمد لله أني اغتنمتها. يعني كنت متردد قبلها أنك تأخذها ولا لا؟ لأن أنا كنت متردد. كنت خايف من إيش؟ كنت خايف يعني من ردود الأفعال. يعني غالبا الناس ماخذين انطباع انه برامج المواهب ممكن تقلل من قيمة الفنان. بس ابدا لا، وانا بالنسبة لي هذا الموضوع يعني ما اخذته على هذا. وش اللي حمسك انك تدخل؟ في احد دعمك من اهلك ولا انت قلت لا؟ الصراحة اهلي طبعا هم اللي كانوا داعمين الاوائل لي، لكن الوالدة قالت لي لو ما دخلت سعودي هذا اللي اعتبرني زعلان منك. والله رهيب. وصل الموضوع لهالدرجة. اول مرة يمكن ام تكون كذا. اكيد نوجه لها تحية. حنشوف عبد الله بس كليب سريع ونرجع نكمل لقائنا. انا اعزف على 3 آلات، بعزف جيتار، بعزف عود، وبعزف بيانو. أنا اليوم في سعودي آيدل جاي بسلاح قوي اللي هو الشغف، لأثبت لجميع الناس أن السعودية مليانة بالمواهب والفنانين النادرين عالمياً، وإن شاء الله أني أكون أنا من الأوائل. طبعا عبد الله هذا السؤال الكل يساله ومتعودين عليه، بس سبحان الله كيف اجابته دائما مختلفه عن كل احد. انه ايش التحديات اللي واجهتك وكيف تغلبت عليها؟ فتره البرنامج ولا فترة البرنامج ما بعده، فقر يعني الغناء بشكل عام، المجتمع، تقبل الناس، الجمهور. للامانه انا في موقف صار معايا يعني ممكن اول مره اقوله، يعني يلا. في البرنامج في الاوديشن الاول، يعني اول تجربه اداء، كنت انا من اواخر الناس اللي داخلين على اللجنه، وكان تقريبا يعني عدى قبلي كذا شخص يعني ما اخذوا تقريبا التقييم الكامل. انت كتبت؟ يعني انا الصراحه للامانه جاني شوي، يعني قلت لا، يعني هم اللجنه شادينها ولا ايش الموضوع؟ ولا شكله خلاص اكتفوا ولا ايش الموضوع؟ الى ان يعني جاني شخص للامانه من المنتجين، يعني قالت لي، طبعا هي لبنانيه، فقالت لي عبد الله بترجاك اللجنه اليوم ما قالت الله. فانا حسيت الموضوع بالنسبه لي لا اخذته يعني طاقه. أوه. بالنسبه لي كويس انك ما اخذته ضغط اكثر. لا الحمد لله يعني حولته لطاقه بالنسبه لي، وقلت لا يعني اول سعودي ايدل، واحنا يعني السعوديه طالعه في برنامج. هذه سمعتنا احنا، فانا يعني انا حسيت الموضوع هذا حمل. قالوا لك الله ولا لا؟ انا احلام وقفت الحمد لله، مو بس قالت الله، خلاص هذا يكفي. انا يعني قلت لها بالنسبه لي والله لولا الحلقه هذه بس لحالها في سعودي ايدل كامله كفتني. كان نبغى نسمع شيء اذا. حاضر. نبغى الكل هنا في الاستوديو يقول الله معك. حاضر طبعا. طبعا بغني اول اغنيه غنيتها في سعودي ايدل، لان هي اللي وصلتني يعني للمشوار الحلو اللي انا فيه الان. وليلة كانت الفرقة، وقالت لي فمان الله
على جرحي ولا أنسى وجدت تاخذ رسائلها وخصلة من جدايلها وتديني جواباتي بقايا عمر بسماتي وجدت تاخذ رسائلها وخصلة من جدايلها وتديني جواباتي بقايا عمر بسماتي وقالت لي واضح ان اجواء الاستوديو حلوه لانك سلطان. ابغى اسالك عبد الله ايش اقرب لون غنائي لقلبك؟ تحب بس تغني خليجي ولا شعبي؟ والله احب اللون الاسود. لا مصري غير الاسود. ممكن تغني مصري لبناني عراقي مغربي؟ في مفاجات صراحه الايام الجايه. ادينا ربع مفاجاه. طيب في او مفاجاه في اغاني بلهجه ثانيه غير السعوديه ان شاء الله، بس مو الان يعني عشان ما اشوق العالم. بس هذا شيء تحبه من اول ولا بعد ما دخلت احترفت الغناء؟ لا لا بعد طبعا. يعني ممكن انا اسمع بحكم اهلي يعني عائله موسيقيه، فيعني انا اذني تربت الحمد لله، يعني هذا يعني خلاني اعدي مشوار طويل في المجال انه انا اذني تربت على المزيكا في البيت، فلا انا كنت احب يعني هالمود يعني قبل. ومتى تغني كمان عبد الله؟ والتلحين بالذات يعني والعود؟ والله التلحين جاء معي صدفه للامانه. متى كان عمرك؟ يمكن كان عمري 14 سنه. وليش صدفة؟ لكن ما اخذته بجديه لانه كان استهبال يعني بحصل اي كلام قدامي ممكن الحنه. كان الموضوع عادي استهبال يعني ما كان بشكل جدي. الى ما ان سمعت يعني اشخاص قريبين مني بما انه الموضوع ما كان احترافي، فكنت يعني شويه يعني ما سمع اي احد. فقالوا لي الله يعني، فاخذت الموضوع شويه بجديه الى ان صار الحمد لله يعني. طب وعلى التلحين لحنت لمين لحد الان ومين حابب تلحن معاه في الايام الجايه؟ والله انا يعني اتشرف اني اشتغل مع كل الفنانين للامانه. بس ما في احد كان نفسك مره تحبه مره فنفسك تلحن له؟ والله يعني ما في اسم معين في بالي. بالعكس اتشرف بالجميع والله. يعني انا عندي قاعده. يعني انا يعني اول الناس اللي ممكن اشتغل معاهم الشباب، لانه احنا بنطلع مع بعض. ايوه راح نصنع اسامينا مع بعض. أكيد. ان شاء الله. وبالعكس اتمنى انه يكون يعني في السي في حق عبد الله اني انا اشتغلت مع فنان صف كل الفنانين اكيد. ايوه طبعا. طيب قبل ما نختم وتسمعنا حاجه وختام الحلقه، ابغاك تقول لي كيف شايف الحركه الفنيه في السعوديه، دعم الشباب والشابات وكيف الموجه الجديده اللي طالعه؟ الدعم على اكمل وجه الصراحه. يعني الدعم على اكمل وجه، والشيء اللي بنشوفه هو اللي بيشجعنا انه نعطي. يعني لما تشوفين في ناس قاعد تدعمك وتقول لك تعالي وسوي انت من نفسك، راح تحصلين مجهودك راح يكون يعني بشكل مستمر دائما، وبتحصلين نفسك بتعطين بقد ما تقدرين يعني. لانك شايفه الدعم من صح، لانك انت عارف انه خلاص في مساحه وشايف غيرك اللي قبلك من سنه سنتين قاعد يطلع او يروح حفلات او يشارك في اشياء للامانه. وكان في يعني في الفتره الماضيه كان في كبت خاصه للفنانين والموسيقيين، فالآن صاير انفجار. انفجار للفنانين الموسيقيين. تحب تطلع تشارك في أشياء معينة؟ في أشياء معينة تحب أنك تكون فيها أو مثلا تشارك باسم المملكة عالميا مثلا؟ يعني شرف كبير صح؟ أتمنى يعني. بالنسبة لي اللي أشوفه قدامي أني يعني دائما أني أخدم بلدي في الحاجة اللي أنا بسويها. هذا بالنسبة لي هذا الطريق الأول بالنسبة لي. أكيد. وجمهورك كده كلمة أخيرة نختم بيها. أتمنى دائما أكون عند حسن ظنهم، ويا رب الأغاني الجاية تكون تعجبهم، ولولاهم يعني عبد الله ولا حاجة. لا أكيد جمهورك، وأنت تشرفنا في MBC صباح خير يا عرب. أكيد في MBC أي مرة، وإحنا مشاركينك أكيد كل النجاحات وداعمينك.